بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. أولا وقبل كل شيء لا بد أن نعرف أن الاحتضار الإلهي يمثل حتمية لا مناص منها. لا يمكن لأي فرد من الأفراد أن يتملق من الاحتضار الإلهي. الواقع ربما تختلف، الأشكال ربما تتغير، أدوات الامتحان قد تختلف من فرد إلى فرد آخر، ولكن الجوهر يبقى محفوظا في كل الحالات. لماذا الاختبار يمثل حتمية؟ لأنه هو الحكمة التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان، خلق الموت والحياة ليبلوكم. هنالك بعض الأفراد يقولون إننا نريد سلب الوظيفة من أنفسنا، يفكر في تغيير موقع أو تغيير عمل حتى هذه الوظيفة تسلب من عاتقه. الحقيقة هذا المنطق يتنافى مع قصص القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم بنى أساسه على قاعدة الاختبار لكل إنسان. منتهى القضية كما قلت أن الأشكال تختلف، المواقع تختلف، النسب تختلف. في الاختبار لا تلاحظ النسبة ولا يلاحظ الحجم، وإنما يلاحظ الواقع. يعني ماذا لا تلاحظ النسبة ولا يلاحظ الحجم؟ معناها أنه رجل يمتلك 100 دينار ورجل آخر يمتلك 1000 دينار. الرجل الأول دفع 20 دينارا، هذا يعتبر ناجحا في الامتحان. لماذا؟ لأنه أدى وظيفته بنسبة القدرة التي خولها الله سبحانه وتعالى له. الرجل الثاني يمتلك 1000 دينار ولكنه دفع 100 دينار، هذا الرجل يعتبر ساقطا في الامتحان، لأنه لا تلاحظ أن الأول دفع 20 دينارا والثاني دفع 100 دينار،
الحجم ليس مهما، المهم أن هذا الشخص الذي امتلك هذه القدرة هل أدى وظيفته تجاه هذه القدرة أو لم يؤدي الوظيفة؟ إذا أدى الوظيفة فهو ناجح في الامتحان، وإذا لم يؤدي الوظيفة فهو ناقص في هذا الامتحان. رجل كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الرجل بلغته الدعوة ولكن غلبه الشيطان، شبكة العلاقات الاجتماعية أحاطت به ومنعته من أن ينضم إلى صفوف المسلمين. في اللحظات الأخيرة من حياته عندما عاين ما عاين، ولو أنكم عاينتم ما عاينوا لولدتم ولتبعتم. ماذا يعاين الإنسان في تلك اللحظات؟ كل شيء ينكشف، تنكشف أمام الإنسان السعادة الأبدية أو الشقاء الأبدي في تلك اللحظات الأخيرة. في تلك اللحظات أظهر الندم وكان يردد هذه الأبيات: ليتني كنت قبل ما قد بدالي في رؤوس الجبال أرعى الولولا، يا ليتني لم أكن هنا، يا ليتني لم أكن في هذه الأجواء حتى أتورط بما تورطت فيه. ولكن هذا المنطق منطق مو صحيح، سواء كنت في قلب المدينة أو كنت في رؤوس الجبال ترعى الوعولا فإن الامتحان الإلهي يأتيك. منتهى القضية أنك في قلب المدينة تمتحن بنوع من الامتحان، وإذا كنت على رأس جبل من الجبال النائية أو في مغارة من المغارات العميقة تمتحن بشكل آخر. امرأة مقدسة متدينة كانت تقول: لأنني كنت أكره الغيبة جدا، مو فقط من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية المغتابون كما ورد في الروايات خلاف أهل النار. في الرواية: من حضر مجلسا فيه كلب ينهش عرض أخيه. لا فقط من الناحية الشرعية، لا فقط من ناحية أن المغتاب يستخرج لسانه في النار ويضرب لسانه بمقامع النار ثم يشهر به على رؤوس الخلائق ويقال: إن هذا الرجل هو الذي نهش لحوم إخوانه بالغيبة. الغيبة ذات عمل قدر، عمل غير إنساني، عمل لا ينسجم مع الفطرة النقية التي فطر الله الإنسان عليها. هذه المرأة كانت تكره الغيبة جدا وكانت تدعو بهذا الدعاء: اللهم اسلم من النطق. أرفع إذا سلب النطق من الإنسان بعد لا يتمكن أن يرتاب زيدا أو يرتاب عمرا. تقول: كنت أدعو بهذا الدعاء، في يوم من الأيام حضرت مجلسا رأيت امرأة خفتاء لا تستطيع النطق تشير بإشارات معينة،
دققت النظر رأيت أنها تغتاب بإشاراتها امرأة أخرى. فعند ذلك سحبت دعائي، قلت يا الله ثبتني على صراط الحق، لا يجدي أنك تملك خاصة النور قدرة النور أو لا تملك. إذا لم يأتك الامتحان من هذا المنفذ فسوف يأتيك من منفذ آخر. هذه حقيقة الاختبار الإلهي، حتمية لا يمكن المفر منها لأي إنسان فوق هذه الأرض. الحقيقة الثانية أن الاختبار الإلهي يأتيك في نقطة ضعف. كل واحد منا عند النقطة الضعف استغرق التي يتسلل منها الشيطان. الامتحان الإلهي يقاس بهذه الثغرة. لسنا حبقية الجوانب، لا تقول إنني أصلي وأصوم، ربما لا تكون الصلاة ولا الصوم نقطة ضعف، ولكن الشيطان يأتي من منبر آخر. إبليس ورد في الروايات أنه عبد الله سبحانه وتعالى 7000، وحقيقة رقم مهول. وفي بعض الروايات أن هذه 7000 كانت في ركعتين. إحنا ما يمكن نقيس بقية العوالم بعالمنا. القوى التي زودت بها بقية الكائنات تختلف عن القوى التي زودنا بها نحن. عبد الله في ركعتين 7000، حتى أن الملائكة كانوا يغبطونه على عبادته. ولكن شنو كانت نقطة ضعفه؟ عندما خلق الله سبحانه وتعالى جسد آدم وطرحها على بوابة الجنة، الشيطان كان يقول يبدو أن حاسته السادسة أحست بشيء، كان ينظر نظرات معينة إلى هذا. يبدو أنه وجد منافس جديد في الميدان. الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، فسجد الملائكة. ولكن نقطة ضعف الشيطان التكبر، أنا وأنت، ماذا صنعت بنا كلمة أنا وأنت؟ هذه الجماعة وتلك الجماعة، هذا الفريق وذلك الفريق، الأنانية كانت نقطة ضعف. تاه على آدم في الرواية إن إبليس، عن الإمام الصادق هذه الرواية صلوات الله وسلامه عليه، لو عبد الله من ذلك اليوم إلى آخر الدهر ما نفعه ذلك. أنت ما تعين نقطة الامتحان، الله هو الذي يعين نقطة الامتحان. قال إبليس لله أخبرني بأي شيء أنا مستعد. الله سبحانه وتعالى قال له أنا أعين نقطة الامتحان. أبى واستكبر، هذه هي النقطة التي سقط فيها الشلمغاني وأمثال الشلمغاني. الحسين بن روح النائب الثالث من نواب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، رجل عادي، لعله كان كاتب، واحد من هؤلاء النواب كان سمانا، يعني يبيع دهن.
وفي الروايات تقول أنه الأموال التي كانت تعطى له كان يحملها في جراب الجبن في أواني التي توضع فيها الجبن، وكان يبعثها إلى الإمام الحجة أو إلى الإمام العسكري صلوات الله عليه. فيش المغاني قال هذا يصبح نائبا وأنا المقدم عليه اجتماعيا، ما أكون نائب للإمام الحجة. بدأ من هذه النقطة، لاحظوا موقفين متماسكين، أنه بحثي شخصية اجتماعية، رجل معروف، الناس كانوا يتوقعون أن يكون هو النائب للإمام الحجة، ولكن فجأة يأتي التوقيع ويعين الحسين بن روح. جاءوا إليه وقالوا له عجب، احنا كنا نتوقع انت تكون النائب الثالث ابو سهل انه بهدي. قال، لاحظوا هذا الجواب، هم اعلم وما يختارون، الامر بيدهم، هم يعرفون كيف يختارون ومن يختارون. ثم قال انني لو كنت اعلم مكان الحجه واشتدت علي الضغوط ربما كنت اكشف عن موقع الحجه. الرجل يعترف، الرجل منصف، ولكن الحسين بن روح لو كان الحجه تحت ذيله، الذيل يعني الرداء الطويل، الجانب الذي يسحب على الارض، وقرموه بالمقارير ونشروه بالمناشير لما كشف لهم عن موقع الحجة. يعلم يعني شنو قرموه بالمقارير؟ يعني يأخذون المقراض ويقطعون لحمه قطعة قطعة، هذا ما يكشف عن موقع الإمام الحجة. هذه النفسية هي التي يمكن أن تكون محلا للنيابة الخاصة عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الشلمغاني بدأ الحسد ينمو داخله إلى أن صدر لعنه من قبل الإمام الحجة. لاحظوا الشذوذ الذي ابتلي به، الآراء الغريبة التي أبداها للناس. راجعوا الكتب، ليس هنا مجال نقلها، ولكن تلك النقطة هي التي أسقطته في هذه الهاوية. رجل يمتحن بالسر، أنا شخصية، أنا ثري، أنا عالم، من هؤلاء الناس؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، لاحظوا هذه الرواية، يا أبا ذر لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرى الناس في جنب الله كالأباعر. ما هي قيمة الناس في مقابل الله سبحانه؟ ولكن ثم يرجع إلى فيكون هو أحقر حاضر لها، من أنا؟ هذا هو منطق المؤمن. رجل آخر يسقط في امتحان المرأة، هذا الرجل الذي دكانه في السوق، كل دقيقة تدخل امرأة، كل دقيقة تدخل مرأة آخرة، في كل لحظة الله سبحانه وتعالى يمتحنه، يرفع الطرف إليها، ينظر إليها أو لا ينظر. الشباب الذين يعيشون في الجامعات المختلطة حقيقة مصيبة مصيبة، يعني حقيقة واحد يحتاج إلى أن يكون مخلصا حتى ينجو من هذا الانتحار. شلون تجي من هذا الامتحان في هذا الجو الموجود؟
أبو كهمش أو أبو كهمش، هذا الرجل يقول كنت في المدينة، ذهب إلى المدينة، كنت حال ضيفاً على رجل، وكانت لذلك الرجل وظيفة تعجبني، خادمة، الخدامات اللواتي يخدمن في البيوت، مرأة جميلة كانت تعجبني، ولكن لم تكن هنالك فرصة لأن الأعين تراقب. الإنسان يخشى من الرقابة الاجتماعية ولكنه لا يخشى من الرقابة الإلهية. في الأحاديث لا يكن ربك أهون الناظرين إليك في الجلوة شيء وفي الخلوة شيء آخر. في يوم من الأيام أتيت متأخرا إلى البيت في الليل في ظلام الليل حيث لا يوجد هنالك رقيب، طرقت الباب وإذا بالجارية تأتي وتفتح الباب. القضية قضية لحظات، في لحظات يتبين الثبوت أو النجاة في الامتحان. المهم واحد يتمالى أعصابه في هذه اللحظات، في هذه الفرصة الضيقة لحظات فقط. يقول فمددت يدي إليها وتصرف تصرفا غير مناسب. في اليوم التالي غدوت على أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقال لي يا أبا أحمد أو يا أبا أحمد تب إلى الله مما صنعت البارحة. شنو سويت البارحة؟ تب إلى الله مما صنعت البارحة. الله سبحانه وتعالى لا ينظر، الأئمة صلوات الله عليهم لا يظهر على غيره أحدا إلا من ارتضى، وهؤلاء في طليعة المرتضين. الله سبحانه وتعالى منطلع، الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه منطلع. في كل أسبوع تعرض صحائف أعمالنا على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة لو كانت صحيفة أعمالنا تعرض على إنسان عادي، على رجل عادي، حقيقة كانت لنا هذه الجرأة أن نرتكب ما نرتكب في خلواتنا، حقيقة كانت هذه الجرأة، أو كنا نلاحظ هذه العين وهذا الرأي. الله ينظر، الملائكة ينظرون مع كل إنسان 26 ملك، مو فقط ملكان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عن 26 ملك. هؤلاء ينظرون، الإمام الحجة ينظر، الصحائف تعرض. حقيقة واحد يجب أن يكون للجميع حتى يرتكب محرما من المحرمات، يمنع حقا من حقوق الله، يمنع حق من حقوق الناس. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والفضيحة الكبرى وستردون إلى عالم الغيب والشهادة أمام مليارات البشر، يعرض كل شيء على أنظار الخلائق. هذه حقيقة ثانية، الحقيقة الثالثة أيها الأخوة، كل انتصار جزئي في الاختبار يكرس الانتصار النهائي، وكل فشل جزئي في الاختبار يكرس الفشل النهائي.
النجاح النهائي والفشل النهائي ليس شهابا يبرز الى المجهول، مو شجره اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. هذه كلها ترتبط بجذور معينه. عندما يستيقظ الشاب للصلاه الصبح، الشيطان يقول له بعد نام، يستيقظ مره ثانيه واذا بالشمس قد طلعت. هذه اللحظه لحظه الاراده، هذه تكرر الفشل النهائي او النجاح النهائي. اذا انت صممت في هذه اللحظه وقمت من مقامك متحديا الشيطان في تلك اللحظات الاخيره، هذه النجاحات الجنسيه تتجمع، وفي تلك اللحظات ياتيك الشيطان يحاول يقشمرك، ولكن ايمانك قوي تقول لا للشيطان. اما اليوم ما قمت للصلاه، الشيطان دخل اليك نكتت نكته سوداء في القلب. في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، اذ الاختبار النهائي، قل لا اله الا الله في تلك اللحظات الرهيبه، ليس لا اله الا الله. تشهد الشهادتين، ينظر ولكن ليتمكن. هذه الاراده ماعت، هذه الاراده انهارت. بعد ما في قوة، ما في صوت يقول لا للشيطان. رجل في لحظات الاحتضار قيل له قل لا اله الا الله، حقيقة لحظات خطيرة، لحظات مصيرية. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أن يثبتنا بالقول الثابت في تلك اللحظات، وأن يخرجنا من الدنيا مسلمين مؤمنين مستقيمين. قيل له قل لا إله إلا الله، كان ينظر إلى جانب من الغرفة، أدركته رحمة الله، ما أعلم شنو المعادلة، هل كان عمل عملا صالحا في حياته؟ أخر عنه الموت. قال له لحجي أنت رجل متدين، أنت رجل مؤمن، شنو صار فيك في تلك اللحظات؟ قال في الواقع كانت عندي سجادة، سجاد ثمين معلق في جانب من الوقت. هذه العلاقات امتلك الدنيا، ولكن لا تملك قلبك الدنيا. كان الشيطان يقول لي إذا قلت أنا أحرق هذه السجادة، وأنا كنت متحير في تلك اللحظات، هل أضحي بالسجادة أو أقول لا إله إلا الله؟ ولم يستطع أن يتكلم بكلمة إلى أن أدركته رحمة الله سبحانه وتعالى. حقيقة لو كان الرجل يموت على هذه الحالة، شلون كان يلاقي الله سبحانه وتعالى؟ بأي وجه كان يلاقي الله تعالى؟ إذا الإنسان عنده علاقة بشيء من الأشياء، عنده علاقة بمسبحة، ربما تكون هذه المسبحة العلاقة اللي تمنع عن أداء الوظيفة، ربما تكون هذه المسبحة سببا لسقوطه النهائي. أيها الإخوة، من الضروري أن نتذكر هذه الحقيقة ونحن في عهد الغيبة الكبرى، هذا العهد المشحون بالفتنة والاختلاف، هذا العهد المملوء بالاختبارات التي يسقط فيها أناس يقسمون الشعرة إلى قسمين كما ورد في الروايات. يعني هذه الشعرة الدقيقة، هنالك أفراد يقسمونها إلى قسمين في عرضها، يعني هكذا عنده دقة وقوة.
ولكنه والعياذ بالله مرة واحدة يسقط سقوطا نهائيا. من الضروري في كل خطوة في كل لحظة أن نتذكر أن هذه اللحظة تكرس تلك اللحظة الأخيرة، أن النجاح في هذه اللحظة يكرس النجاح في اللحظات الأخيرة، وأن السقوط في هذه اللحظة يكرس السقوط في اللحظات الأخيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. دعاء الغريب، نحن في هذا الوقت الغرقى حقيقة وسط أمواج الفتن المتلاطمة، دعاء الغريب يدعى به: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. The